تعرف ايه عن كذبة ابريل؟ والله ما اعرف اي حاجة، ما اعرفش والله. طب ايه رأيك في كذبة ابريل؟ والله اول مرة اسمع عنها. اول مرة تسمع عن كذبة ابريل؟ اه والله. تعرفش اي حاجة؟ لا. تعرفش اي حاجة عن كذبة ابريل ولا اتذكر ابريل ولا اي حاجة؟ لا والله. ازاي؟ انا ما اعرفش غير فيلم فبراير بس. ايش كذبة ابريل؟ بتحب السيسي. كذبة ابريل بالنسبة لك. فاكر اول كذبة كتبتها؟ تعالى خد ما تمشيش. فاكر اول كذبة كتبتها؟ لا والله. ولا اخر كذبة كتبتها؟ اخر كذبة كتبتها ايه؟ طيب ايه هو ايه رايك انت في الكتالوج بتاع كذبة ابريل نفسه؟ حلو. عجبك ال يعني الفكرة حلوة. ايش تقدير؟ تعرف يعني كذبة ابريل؟ عارف انا كذبة يعني الشعر المصري فاهم بيكذب طول السنة، جت على النهاردة او الشهر ده يعني. ايه يا اخي ايه فاكر اول كذبه كتبتها؟ اه فاكر. اولادك يعني؟ لو تعرف تقولها. لا ما ينفعش. طب اخر كذبه كتبتها؟ اه كنت كذبت امبارح، قلت ان انا عايش حلو وباكل بشر كويس ولما اتخرج الاقي شغل كده يعني. قشطه. لا ما تحت الكابل هيفاء وهبي ووصوله ضرب 4 جنيه. طيب ايه رايك؟ طب انت ايه رايك في مضمون الكذبه نفسها؟ ايه رايك في معنى كلمه كذب كذبه ابريل ده؟ هل انت مع حاجه زي كده ولا ضدها؟ هو مفيش حاجه ماشيه غير بالكذب، هو مفيش حاجه صح ماشيه انت معايا يعني. اه طبعا.